نعرف الأزمة وين حدودها. عندنا جفاف، تصحر، والله الزلزال، هذه الكوارث ولو هي صارت المصائب لا تأتي إلا فرادى مثل ما يقولون، بس خلينا نتحدث ما هي حدود الأزمة للجفاف وما شاهدناه من في مواقع التواصل وكذلك في مؤسسات إعلامية حول الجفاف الموجود بالناصرية وكذلك الموجود في باقي المحافظات الجنوبية، وضع كارثي. ما هي حلول الأزمة؟ ما هي وضعها؟ تفضل سيادة النائب. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وحيا الله ضيف دكتور خالد المسهلن. الله يحفظك سيادة النائب. حقيقة يعني أولا قضية يعني شحة المياه هي قضية عالمية مو مختصة فقط في العراق بصراحة. احنا ما نريد ندونها عالمية، لا لا، خلينا نحكي على العراق. هسه احنا نجي وحدة وحدة العراق، هذا المي المي مو بس من العراق. تمام، شيء مرتبط بشيء. تمام، قضية عالمية هاي، لكن احنا عندنا بعض المشاكل الموجودة. يعني اولا دول الجوار، نحكيها بصراحة. تركيا الان اكو اتفاقات سابقة معها، اتفاقات تخص المياه، ليه دول المنبع نقول، نعم، ما جاي تنفذها. واحنا تحدثنا اليوم ايضا سيد رئيس الوزراء بشكل يعني وفد رئاسة وزير الدفاع، وان شاء الله اكو مفاوضات على انه من الممكن انه يعطونا اكثر من اقل شيء احنا يمكن 5 مليون متر مكعب يكفينا في هذا الصيف بصراحه. مشي امورنا. ايضا اكو مشاكل داخليه، التجاوزات الكثيره. يمكن احنا اكثر من فد 500، لا والله يمكن فد 20 ألف بحيرة أسماك تجاوز، هذا مو رسمية. 20 ألف بحيرة أسماك موجودة من الشمال إلى الجنوب، كلها تجاوز على نهر رجلة والفرات. نعم، أيضا الأنهر الرئيسية نهر رجلة والفرات، آلاف عشرات الآلاف المضخات المائية اللي تسحب مي وبدون خطة زراعية. ممتاز. بعد زين، أيضا هذا موضوع مهم وحساس. طيب دوركم وين؟ دور الحكومة التنفيذية هاي، دوركم رقابي. تمام، احنا رقابي، احنا متابعين. أتحدث أنه هاي التفاصيل كلها الآن، اليوم كان معالي وزير الموارد المائية في استضافتنا، شرفنا به في لجنة الزراعة والمياه والأهوال البرلمانية، وتحدثنا بكثير من هاي التفاصيل. تحدثت بأنه وين الدور، ليش ما ترفع هاي المضخات والتجاوزات، يرفع ويرجع من جديد ينصب، ترفع واكو بعض التدخلات الموجوده ما عنده حل. يعني انا ارفع، لا يعني انا ارفع غير اكو حل انطي بالمقابل. لا هو الحال، احنا مثلا هسه انا اقول لك شغله واحده، ايضا الفلاح يتحمل مسؤوليه. ليش؟ لانه احنا مثلا عندنا اليوم الخطه الزراعيه 1,850,000 دونم. طيب انت الان ايش قد وصل عندنا عدد الزراعه؟ ايش قد؟ 5 مليون فوق. طيب 5 مليون، انت من عالم اعطيك 1,800,000 وانت زارع 5 مليون، اكيد راح يصير تقصير بالمياه، ما يوصل لك. والآن